عودة إليكم من جديد مشاهدينا لاستكمال هذه الجولة الإخبارية إلى جولة اقتصادية مع الزميلة وافية وفاء بنيحي. أهلا بك. أهلا بك محمد، أهلا بك، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الاقتصادي. بداية، وبعد نشر الجمارك لعدد السيارات التي تم استيرادها من طرف كل وكيل في الجزائر خلال السداسية الأول من السنة الجارية، يطرح التساؤل حول أثر هذا الانخفاض على الوكلاء وعلاقته بارتفاع الأسعار في الأسواق. التفاصيل مع فوزي مسعدي. أثارت الإحصائيات الأخيرة للجمارك بخصوص واردات السيارات خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والتي سجلت انخفاضاً ب67%، جدلاً كبيراً وسط وكلاء السيارات الذين اعتبروا لجوء الحكومة إلى نظام الكوطة السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات. والله الحقيقة أنا أعرف أن هناك خطة، هؤلاء وكلاء السيارات، أصحاب وكلاء السيارات هم يخططون الآن، وهم داخلون، وهم يعني ربما إذا لم أزيد في كذا، أعتبر أن هذه الشركات الخاصة باستيراد السيارات هم سبب غلاء السيارات القديمة الآن التي تجوب عبر أسواق الجزائر. سعي الحكومة لتقليص واردات السيارات مقابل زيادة الطلب عليها سيؤثر سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى مستقبلا. سنتأثر، إن لم أقل تأثرنا تأثرا بالغا. الشق الثاني يتعلق بالشاحنات أو أدوات يعني التي تشبه المركبات والتي تستخدم في إنجاز المشاريع. هذا إذا انخفض فإنه سيؤثر تأثيرا بالغا على المشاريع الكبرى في بلادنا. تطبيق نظام الرخص على قطاع حساس كقطاع السيارات رغبة سعت وبكل طرق الحكومة لتجسيدها، لكن نتائجها كانت وخيمة على الوكلاء والمواطن على حد سواء، فكيف سيتم استدراك الأمر مستقبلا؟ هذا وفي ذات السياق أفاد رئيس مجلس المنافسة عمار الزيتوني أن المجلس سيتدخل لضبط سوق السيارات في حال تجاوز عدد أو قول قواعد المنافسة بين الوكلاء. احنا في الإخطار، احنا رانا اون فونكسيون يعني كالهيئة قضائية، احنا نقولوا شبه قضائية، ندرسوا يعني من حيث الشكل والمضمون إلى هذا يعني الملف ولا هذه القضية من صلاحيات المجلس ولا من صلاحيات جهات أخرى. احنا ما ننوبوش على العدالة ولا كان إدارات أخرى، احنا نطبقوا القانون، عندنا المهام تاعنا منصوص عليها قانون، ما نقدرش نخرجوا منها. إذا فيها مس للقواعد المنافسة ندخلوا، ما نقدرش، أون بو با أونتيسيبي سو لا ديسيزيون، أون فوا كون الدوسي أونت لي مان أون إتيديرا أون ديسيدرا سكو لا لوا نو بيرميت دو ديسيدي. ما نقدرش نخرجوا على القانون. Mais on ne peut pas parler d'un dossier dont on n'a pas pris connaissance, étudié. وفي موضوع مغاير أبدى عمار الزيتوني عن استيائه من عدم استشارة المجلس في إعداد القوانين الاقتصادية على غرار قانون الصفقات، قوانين المالية وقانون الاستثمار، مؤكدا أن هذا الأخير لم يطلع عليه المجلس سوى من الجرائد، مشيرا أن هذا سيؤثر حتما على مناخ الاستثمار ويعود بالسلب على أداء المؤسسات. التفاصيل مع أحمد راشد. قانون الاستثمار، قانون الصفقات العمومية، قانون المالية في بعض المواد يمس بالمنافسة، وبالتالي كان المفروض والقانون ينص عليه صراحة المادة 36، من المفروض كان القانون في شكل مشروع يعرض على المجلس لأداء الرأي. احنا عندنا قراءة نشوف إلى بعض المواد هل تمس ولا الريسك دو بريدي كومون دي لا كونكورونس، لا كنا عطوا رأينا. للآن أنا قانون الاستثمار هذا لم نطلع عليه إلا عبر بعض سيرتان زارتيكل لابريس، صدق علينا احنا نستناو يدخل في الجريدة الرسمية، لكن يدخل في الجريدة الرسمية احنا لم نخطر بهذا، واحتجينا في التقرير.
إلى قطاع الطاقة الآن، حيث أكد وزير الطاقة نوردين بوترفع على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سكيكدا أن الجزائر ستتوقف عن استيراد المواد الطاقوية مع نهاية سنة 2019، وذلك بعد دخول الأربع وحدات المختصة في تكرير البترول الجاري العمل على إنجازها، وهو ما سيجنب الجزائر خسائر كبيرة. كما عرج الوزير على مركب تيغنتورين، حيث تحدث بلغة الوثائق بأن المركب سيعمل بطاقته الكاملة في غضون شهر ونصف على أكثر تقدير. أفاد في خطوة استثنائية ولأول مرة تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير أول شحنة من الغاز الأمريكي لأوروبا، حيث استقبل ميناء البرتغالي سينس شحنة الغاز لسد ما نسبته 2% من حاجات هذا البلد الأوروبي لمدة سنة، وينتظر وصول شحنات أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى دول أوروبية أخرى منها فرنسا، بريطانيا وألمانيا حسب ما كشفت عنه وسائل إعلامية دولية. هذا وتبقى خطوة الولايات المتحدة الأمريكية المنتهجة والمدروسة من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا على حصص سوق الجزائر وروسيا وكذا دول الخليج في هذه المنطقة. أفاد بنك HSBC الشرق الأوسط أنه يجري مفاوضات لبيع قطاع أعماله المصرفية في لبنان حسب ما جاء به موقع بلومبرغ، الذي أكد على تحفظ البنك في عدم الكشف عن المزيد من المعلومات لحين تصبح ظروف مواتية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتخفيض تواجده في 71 بلدا بنهاية عام 2015 مقارنة ب 87 بلدا في 2011، بالإضافة إلى نقل أصواته في أماكن أقول بالإضافة إلى نقل أصوله في إلى مالكين آخرين في عدد من الدول من البرازيل وتركيا كجزء من خطة الرئيس التنفيذي ستيوارت الرامية إلى تعزيز الربحية. للإشارة فإن تواجد البنك في لبنان منذ 1946 ولديه حاليا 3 فروع في البلاد. بهذا نأتي وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي، شكرا لكم على طيب المتابعة، وعودة إلى محمد.